بونسوار. حلقة جديدة من Property Yours بتاخذنا بجولة على كافة الأراضي اللبنانية لإلقاء نظرة على بعض العقارات والأقسام التجارية والشقق بمختلف الأحجام والأسعار والمواصفات. وطبعا جولة على العقارات بنقوم فيها مع فريق العمل، خليكن معنا. عم تفتشوا على شقة مساحتها صغيرة بوسط المدينة جديدة ويكون سعرها مقبول، ما إلكن غير المونا تاور. المونا تاور بمنطقة الأشرفية وتحديداً على شارع أوتيل ألكسندر. مساحات الشقة بالمونا تاور تتراوح بين 105 174 و 366 متر مربع، وكل الشقق تابع لإلهم 3 طوابق باركينج أندر جراوند. الطابق الأرضي مؤلف من محل وصالة تجارية تابع له ميزانين، ومساحته 170 متر مربع، بيتميز ببرايفت إليفيتر وبرايفت باركينج بساع 15 سيارة. بالأشرفية وبعمار كتير مرتب، مساحات شقق بتناسب الكل، ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر والتسليم بسنة 2015. بالمنصورية وبمنطقة كتير رايقة رح نتعرف على بروجكت جديد under construction، منصورية 1191. هالبروجكت مؤلف من بناية سكنية من 4 طوابق، كل طابق شقتين بمساحة 210 متر مربع، شقق مع تراس وشقق مع ديبلكس. كل شقة مؤلفة من 3 غرف نوم، تواليت لضيوف وغرفة خادمة، شوفاج على المزود، 2 باركينج تحت الأرض. بالمنصورية شقق للبيع بمساحة 210 متر مربع مع فيو كتير مميز، ستارتينج برايس 1750 دولار بالمتر والتسليم بصيف 2014. شقق سكنية للبيع بمنطقة مزهر أنطلياس بقلب بناية جديدة جاهزة للتسليم. هالبناية مؤلفة من 8 شقق سكنية، كل طابق شقتين، وكل شقة مساحتها 200 متر مربع. كل شقة ببناية مزهر أنطلياس مقسمة بطريقة ذكية، 2 ريسبشن ارياز وتي في روم، تواليت للضيوف، مطبخ مع غرفة خادمة وحمامة، وثلاث غرف نوم واحدة منهم ماستر. كل شقة تابع لها هيتر على المزود، تمديدات للإير كونديشن، شاترز على الكهرباء، أندرغراوند باركينج مع ستوريج روم. بمنطقة مزهر أنطلياس 200 متر مربع شقق سكنية سامبلكس، حتى منهم افيلبل مع تراس أو ديبلكس، بثلاث أوض نوم وتي في روم، حالياً ستارتينج برايس 1500 دولار بالمتر. سن الفيل وتحديداً بمنطقة جسر الباشا عم نتعرف على بروجكت بناية جديدة جاهزة للتسليم. هالبناية مؤلفة من 10 طوابق، كل طابق شقتين، وكل شقة مساحتها 170 متر مربع. كل شقة بتتضمن 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر، تواليت للضيوف، وغرفة خادمة وحمامة. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط سيراميك إسباني، بواب خشب مسيف مع قشرة سنديان، فيديو فون، سبليت اي سي يونتس بالريسبشن ارياز وكل الغرف، بالإضافة لشاترز على الكهرباء، وبلكون مجهز بكيرتن جلاس.
آخر طابق من هالبناية هو الطابق العاشر، بيتميز بشقة وحدة وتابع لها تراس كاشف. البناية من برا ملبسة حجر وإلها برايفت جنريتر. كل شقة بتتضمن 2 باركينج مع سيستم تسخين مي على الطاقة الشمسية. بمنطقة سن الفيل جسر الباشا، شقق مفرزة للبيع جاهزة للتسليم بمساحة 170 متر مربع، منهم 3 غرف نوم وحدة ماستر. حالياً ستارتينج برايس 1750 دولار بالمتر. بمنطقة تلال عين سعادة، شقق سكنية فخمة للبيع ببناية عمارة كتير مرتب. شقق من جوا مساحاتهم 215 متر مربع، مؤلفة من 3 غرف نوم، واحدة منهم ماستر بالإضافة لتي في روم، مطبخ، تواليت للضيوف، وغرفة خادمة وحمامة. شقق بتلال عين سعادة جاهزة للسكن، وال215 متر مربع مقسمة بطريقة كتير ذكية. مواصفاتها بتتضمن بلاطر خام بالأرض، ديكور جفصين، شوفاج على الميزوت، وكيرتن جلاس بالريسبشن ارياز مطل على فيو مميز. هاي اند فينيشينج بأداء التفاصيل. Available للبيع شقة مع تراس، شقتين دوبلكس، كل شقة لها 2 باركينج وستورج روم، 215 متر مربع بتلال عين سعادة، بيتميزوا بفيو صوب الجبل وصوب البحر، 3 غرف نوم مع تي في روم، جاهزين للتسليم حالياً ب 2000 دولار بالمتر. أرض للبيع بمنطقة النعص، بموقع كتير مميز مطل على البحر وعلى الجبل، مساحتها 900 متر مربع واستثمارها 2550 فيلا زون وسعرها 600,000 دولار. للبيع أرض بمساحة 11528 متر مربع بمنطقة صوفر كضائب عبدة، وتحديداً بمجد البعنة. تتصنف الأرض كفيلا زون واستثمارها 30-60 والسعر المطلوب 80 دولار بالمتر المربع. أرض للبيع بمنطقة المكلس على طريق العام، مصنفة صناعي فئة أولى، مساحتها 1415 متر مربع واستثمارها 40-120 وسعرها 3500 دولار بالمتر. أرض للبيع بمنطقة روميا، تبعد 200 متر عن طريق العام، مساحتها 2500 متر مربع واستثمارها 30-90 مطلة على البحر وعلى الجبل وسعرها 380 دولار بالمتر المربع. أرض للبيع بمنطقة المكلس، مصنفة صناعي فئة أولى، مساحتها 1870 متر مربع واستثمارها 40-120 سعرها 1000 دولار بالمتر. فتحت الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار الباب أمام الأموال القطرية للاستثمار بمشاريع بريطانية تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليار ريال قطري، أي 164.3 مليار دولار. والشركات القطرية مدعوة للاستثمار بمشاريع التجديد اللي أعادتها المملكة المتحدة ضمن خطط لإنجاز مشاريع تجديد استثمارية مفتوحة أمام المستثمرين القطريين. والهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار هي الإدارة الحكومية المعنية بمساعدة الشركات البريطانية على العمل بالخارج وتأمين عقود أجنبية وجذب أموال إلى اقتصاد المملكة المتحدة. وبريطانيا رح تعطي المستثمرين القطريين فرصة المشاركة لمشاريع بتساهم بتطوير 27 مليون متر مربع من المساحات الأرضية وإنشاء 220 ألف منزل.
بالإضافة لمساهمته بمساعدة العديد من الأشخاص على شراء عقارات بلبنان، ساهم بروبرتيورز بتشجيع العديد من المغتربين اللبنانيين بالتملك ببلدهم لبنان. رسائلكم وملاحظاتكم عنوانها 1@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الأرقام اللي عم تظهر على الشاشة. أيضا لكافة المعلومات حول العقارات المطروحة ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا بتحضروها على mtv.com.lb/programs. مزيد من العقارات والأخبار العقارية بحلقتنا المقبلة. تصبحوا على خير. Thank you.